فضل مكان ست بنات. آه. لا 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 ما تحجون. اذكر أكلة عراقية يبذل الإنسان جهدا في التحضير لها. الآن ست باسمة جاوبت، عليك يا عائشة أن تجاوبينا أنت. الشيخ محشي. الشيخ كبة. كبة. لا حدديني. كبة. كبة. خلينا نشوف. كبة. نعم الكبة موجودة. ويلي ويلي يا يابا يا يابا يا يابا، هذا السؤال هذا يعني من جبتوا لي اياه؟ لان انا سجوعان والنوبه الدولمه والكبه، وراح تطلع لنا بعد اكلات، راح اعوف هسه البرنامج واريد واحد يروح يجيب لي دولمه كبه دولمه. انا اجي بعد ما احكي بعد ما احكي اكو اشياء. انا اجي. لا شو هم قاعد تشاورون؟ لا عاد هسه قاعد تشاورون، لا عاد بالامتحان من كنتوا طلاب شو تسوون؟ زين يلا عبد الله اذكر اكله عراقيه يبذل الانسان جهدا في التحضير لها. طبعا هواني هي صح مجاوب من دول، بس ما مشتهر اقولها مره ثانيه، بس نقول باكر. ايوه الله اكبر الله اكبر. باكر باكر. باكر دولمه والباكر هي ثاني افضل احتمال. يعني طبعا بين الباكر والدولمه يعني صراع صراع. على كل نجي عثمان جاوبني على هذا السؤال. اتوقع تبسي باذنجان او تبسي. تبسي باذنجان. تبسي. هو تبسي باذنجان. إيه؟ هو تبسي باذنجان. هو هذا. خلينا نشوف. تبسي صعب مو؟ صعب. صعب ويا ابن الجهد. طبعا. ترى التبسي سهل. لا الكبه وين؟ الدولمه وين؟ ما ادري شنو وين؟ ما ادري بعد خلينا نشوف. ست باسمه لا تلتفتين على عائشه، وعائشه اسمعي على. يلا. لا بابا لا. السؤال اذكر أكلة عراقية يبذل الإنسان جهدا في التحضير لها. سمك مزقوف. ها؟ مزقوف السمك. سمك على سمك مزقوف. مزقوف يعني هذا اللي حطوه. أي. السمك المزقوف ألذ أكلة وأطيب أكلة. السمك المزقوف. يا سلام يا سلام على المزقوف. الله 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 الله. زين عائشة أنت شو تقولين؟ دليمية. ها؟ دليمية. يا يابا يا يابا الدليمية اللي هي هذه تمن والفاصولية والخبز وجوه الخبز واللحم جوه. خلينا نشوف الدليمية. الدليمية ماكو بالاحتمالات. ماكو بالاحتمالات، شو اسوي لهم؟ ماكو ماكو. المهم صار عندكم خطأين خطأين وحضروا نفسكم. هسه تقدرون تشاورون تتناقشون وتتأهبون، وفي لحظة تقدرون تسرقون السؤال. عبد الله باقي ثلاث احتمالات، ترى على كيفكم ركزوا. لازم ما نغلط هنا. ماكو غلط واحد يروح للشنغالي. اوكي.